هلا والله، حياكم معانا في لعبة جديدة يي اي كونفو. اوكي، طبعا كان الكل يسميها كونفو ولا وقتها، وكانت احد الالعاب واجد كان ناس الذكر يلعبونها. طبعا لعبة كونفو من اسمها كونفو فايتنج جيم، فايتنج جيم على لعبة صخر سنة 85 من كونامي. المفروض انك تلعب شخصية المفروض ان اسمها لي، يعني نتصور انه بروس لي. ها اوكي، ايوه لان صوته يس الارجح انه هو مقصود بروس لي. ايه لعبة زي ما انتم شايفين كالعادة، يعني ما في من وراها اي شيء، فايتنج جيم الدبج اللي قدامك. لها جزء ثاني طبعا على صخر، بعد جزء ثاني شوية في اشياء وحركات اكثر من الجزء الاول، بس هذا الاوريجينال الكل يعرفه اصلا. هذا الشهر بالضبط، هذا اللي انشهر شو اسمه عند اغلب الشباب. انا اتذكر هم لعبتها على جهاز الفاميكون العيلة، هم كان لها موجود جزء صحيح بالضبط، نفسها ونفس الاسم بعد موجود على الفاميكون. طبعا هي تقلب ابتسامة، ايه استانس، ترى فزت. ستيج 2 بوتافلا نسميها. طبعا هم اللعبة فيها تصور يمكن 5 أو 6 شخصيات، ما نتذكر بالضبط. تعيد ما تخلص، يعني ما هي نهاية. تونا بقول تعيد بس انه يصير اصعب. تتغير الباك جراوند بس، يعني الحين تشوفون الحجر لونه بني، مو بني هذا احمر. احمر. بعدين يتغير لونه، يعني يبدا يصير وردي، يصير ابيض، يصير ما ادري شنو. بس انه نفس الشخصيات، نفس اللي تقاتلهم هذولي. يلا المميز طبعا في الموضوع ان كل واحد له كاونتر استراتيجي، يعني انت بعد فتره تبدا راح تحس انك انت عارف المفروض شو تسوي. يعني هذا مثل ما تشوفون المفروض انه ما توقف في وجهه لانه يطقك من بعيد. الاول مثلا يطق بالعصا حقته، بعد فتره تحس انك خلاص انت تعرف الكاونتر استراتيجي. يعني اي هذا هم يطق وصل لي من عود. اوكي بلو هيلث. جز العاب صخر طبعا. ها ون هيت. اوكي جبتها. نايس. العاب صخر طبعا كان الكنترول فيها مره سهل، يعني ما كان فيها تعقيد في الكنترول. حبه واحده بس. اي لكن التعقيد كان الاكسكيوشن. بونس راوند كسرهم. اكسرهم. خسرت البونس ستيج. حكت الجول بعد. العاب صخر كلها اكسكيوشن. سلسله طبعا يرمي السلسله حقته في كل مكان، يعني على فوق والنص وتحت. اوكي حاول انك انت دائما تنط عليه واضرب، نط عليه وبعد كيب ذا ديستنس ونط واضرب. هاي مشكله النقزه ما قاعد تجي عدله. او قاعد ايجنت يحاول قاعد يلعب بالجوي باد على صخر لان بدا يخاف على الكيبورد حقه، قال ما ابغى الكيبورد ينكسر. قاعدين تضغط على نمسس وذيك العاب الثانيه. نمسس ونايت مير هم اللي كانوا جد. تشارلي بعد كانت حلوه، ما كانت حلوه تشارلي. كانت تعذيب. يا قاعد طقه تاو ساعه. ها شفت طقيت التاور. هذا لف على جنب بس لان 3 دي ما تشوف الصورة واضحة. ايوه واصي. وانت كيب انت المفروض انك خلاص الحين حفظت الديستنس انك لما تنط ايش قد تنقز. ايه ارجع ورا وبعدين نط. افا ايه لاحظت؟ افا عندك عندك 2 اي شوف فوق مكتوب بس توحت. ايه تموت تعيد من اول بعدين. اي من اول بوس، من اول واحد. من اول واحد، من اول مرحلة. أي. طبعا هي لما انا قلت مرحلة انا قصدي ان لون الحجر، لون الباك جراوند ولا يتغير. اي. قاعد اعلق عليه كذا. صار بعيد. ما ينحكون. فجأة يروح الجهة الثانية. في انا قلت لك هو كل بوس صار من الارتفيشال اي اي شوية، يعني يو كان بريدكت ات افتر وايل. خلاص تحس روحك انك عارف شو تسوي. يعني لاحظ انه ما يطق على طول بالسلسله، هو انت تعرف اي لاحظته. السلسله طقيه كان بعيد. هم قلت لي 5 بوسات يختلفون. ها
صار في حرمة بعد تطلع على الظهر بمشعاه ترمي شركن هي مشعر هذا على حسب شعرها هذا الحين ذاك الطق بشعاها كانت لا هذاك الجزء الثاني ها اوكي ايه ابو شعر ابو شعر البوس الاول في الجزء الثاني هذا على النينجا ترى لا هذه البنت كونفو شكلك ما ادري وقفتها اللي يسمونها السنيك السنيك ايه لا ترمي شركنز اي لاحظت بس وقفتها شلون صاير حتى لبسها لاحظت كان حق تشاينيز صاير يلا لا يدها طلعت فوق والشركن طلعت من تحت كل واحد من بعيدة بعيد كات فايت طقيتها طقيتها طقيت الشكل بوجهي اخص يا ماتريكس حاط يقول لك شاف الشركن وصادها اي تعلق تعلق كومبو سوت اي انتبه تعلق ترى اي اوكي الحين فاينل وتسحى غير كيوت صايمه الظاهر الحين الفاينل يو هيت جيرل يمكن في بونس راوند بعدين لا والله الفاينل بوس على طول ستيج 5 يا البوس هذا يطير ترى انتبه لا يا يطير ها اوكي بيجا هذا من ستيج 5 ترى يا هو في طريقه تخليه انه في الزاويه توقف بعدين بانش 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 لا يا تخليه يطير فيك يو جامب هم اي بس اني افويد 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 قاعد احاول مو خليني لا لا شكله جامد هذا ووو اسمه ووو اي ايه لاحظت ووو اني طير ايه ووو ها قاعد يعلق والله دمجك دمج علق عليه دمجك ما ادري ايجنت بقتله ولا لا ووو قدرت اصحى فوق لا تقرب له زي كذا قاعد زين هي اللي تحت قاعدة والله ينقز لتحت اخذت 1 ريست لا يا وصلت 30,000 انت الحين اوكي يا هاي سكور هذا اوه اي حلوة اي يلا يلا اجن لا 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 اي لا بانشز بانشز اذا صار قريب جنبك بانشز ايام زين لا كذا بعيد بس اقول لك اذا صار عليك بانشز بيطير 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 مو سالفه النقزه شويه وانت تضغط لازم ما تقدر تضغط وتنقز اي تايمينج يبغاله من بدايتها ما عليه ما تدري يلا تعال كبخديني هذا ما داني انزل الله اند شكلها بياخذ جيم اوفر ايجنت شكلها والله اي انا الحين دوري انهزمت انت يلا جرب انا لازم العب شوي اشوف العب اي كمل من البدايه العب اي تقول حويف انا قلت حريف اي قلت حافظ التاكتك حقتهم انا ما كنت حافظ قلت لك بعد فتره تعرف تاكتك لا قلت حافظ التاكتك اوكي تعرفون لما يقول لك مسح الصبوره هذا ايجنت كان ديك جيب بف بيرفكت نسى والله لحد الحين ما طقك ولا مره هب لا ما احتاج تقول لا اله الا الله عادي 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 ما في شيء ما صار شيء يا ايجنت يمد رجله يحاول يطق يلا
يلا بسرعة جات الأقل هوا. أنا بس عندي الأخير اللي الخامس. أنا أذكر أول كنت أوقف أنا في الزاوية وخليه يطير وحقطة بانشز. ها. ويقوم هو يرجع بنحاش ويطير وريبيت. أوكي. هذا رجلة طويلة المشكلة. أحب. البانش عندك صيك هنا. ما يعطي بانش فوق. ممتين مسكين يدك قصيرة تصير. إيه تبى أقول لا يطلق عليك صوت بعيد عنه. أحس الميوزك حق اللعبة ايكونيك صاير. الأغنية الوحيدة موجودة باللعبة أصلا. أي ما تتغير الأغنية. لا بس اللي يمكن اللي كانوا يشوفون الحلقات اللي راحت احنا يعني ما قاعدين نسوي الالعاب بالتاريخ يمكن بدا يحسون شلون الالعاب قاعده تتطور اصلا. اي بالضبط. اي يعني 84 كان اي شيء ما في قصه ما في ميوزك ما في بس ضغط ويعني مره بيكسلز وحرك. 85 شوي بدا يصير ميوزك حلو في جيم بلاي في استراتيجي. هذه 85 يس انا هذا اللي اقول لك. عاد هذه شو اسمه طقيت اثنتين ايجنت. ايه ولا واحدة بساعة. يا شو ها؟ ايه خبار. شو عنده؟ وها بجوي باد لو مو بجوي باد كان ما فوت ولا واحدة بس بجوي باد. يضحك ستة طق ستة طق اثنتين انت اول وبعدين يضحك. هذا عندي سلسلة اوكي ذكرتها. لا هاي حط لها لحية بعد هذا. اقرع بلحية. ايش كذا الانالوج هذا صعب. اي قلت لك هو لا هي سافة انك اللعبة ما تستوعب تضغط فوق وحبة ما ينقص او ينقص بس ما يطق. هو لا ان انت ينقص ان بلايس. اي افا ما صعد ما بداك تطيده. اي شن هذا بري لوسف الاخضر هذا يسلك. اه شوف تحت ساعة احس اطقه بس ما تجي طقه عليه. شوف اي جبناها بيرفكت ايجنت. بيرفكت فينش بونس. افضل يعطيك وان اب بعدين ولا بيرفكت 5000 بوينت. هذه البنت الحين ايه عندها كومبو. ايه لا بس انا عرفت شيء اخليك انت تلعب اول كذا رفرش بسرعه شو اسوي شو اسوي تتعلم من اخطائي. ايه هذه بري لوسف بعد قاعد تتزلق واجد ملاحظ انا عجبني البوكس حقك لما طق بوكس تنفع جولها لواي يبي عشان توصل شويه مومنتم لازم. والله شينه هذه ما هي بسيطه زي ذولاك. تعال تنتظر البول الاخير الخامس. اي انا ابغى الخامس انا. يلا جيبها عفار. شوف انا بساعة طقت الشركة. انت ما طقت ولا واحدة لحد الحين. يعني تبغاني اوقف على اساس اطق الشركات؟ لا لا جيبها. جيبها ودي. اجيب الموسم الاخير. يا اخي. على الاقل انا ما مت ولا مرة لحد الحين. يلا الخامس. خلنا نجرب انا هذا اذا تاكتك زبط وياي ولا لا نشوف. اقلع. اصبر قص عليك. خلى شوف اذا انا طقه واحده بس. هو في كان في حركه تسوي شيء وخلاص تخليه بق. بس انه مو قادر اجيب ظهر له مو النهايه واجد. مو النهايه واجد. شكلها بيطير. اصبر مو اقول اللي معفن. اي
اوكي قص عليك سواء كومبو ده حركات بعد اصبر انزل وين يلا التكتك حقك خليه يجي خليه يجي انا اتذكر كان الظهر هنا ما قاعد تصير مو ما ادري ليش مو قادر اصيده تايكون الجزء الثاني قصدك لا 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 I'm 100% sure انه هذا المشكلة اني ابغى اجرب التاكتك فمو قادر يضبط وياي شيء نروح بسرعة نوخر شكلك متخاضر تجيب لعين ما عليه نجيبها الحين اوكي يلا جيبها تحس يقص عليك الحركة هذه ايه لا ملاحظ انت الاي اي اصلا انا بجرب اياه عادي هذا هذا لا بالصوار بس بدون فانيلا لا بصروان وفانيلا يعني لا بدون فانيلا بصروان بس مو بدون فانيلا مشكلة اني ابغى اصيده اني اخذ زاوية صح اني اصيده فيها اي والله قاعد مخبن اوف اي ولا واحدة اي عند الدوج عالي هو هذا شوف يعني هذا اكثر ما انت طقيته مفروض بس doesn't count بسرعة انحاش ايه بيسوي لك كومبو بعدين المشكلة ان كلوس وان ها لا انتم متعادلين الحين وانا ابغى اصيده لاني اتذكر بانشز جيبه ها اي بس انت هو قاعد يفلت كله بجيبه اصبر شوف واحد قاعد يجيبه تغلبك انت اللي مصمم على التاكتيك لا قاعد ام تراينج اني الحين شويه تايمينج نايس الحين تتغير نعيد من اول في ظهر بونس ستيج ونعيد من اول بعدين يا بونس ستيج غيره نفس البونس والله ما اتذكر نفسه بس اسرع اي راح اسرع صحيح تعت لا مش مواجد شويه اي فوق ما ضغط الزاويه ما ضغط ستة مره ثانيه نفس الشيء طبعا احنا بس كنا نوريكم هذه اللعبه ان الالوان تتغير كل شويه يطلع لون وبعدين تعيد يعني اذا ما تخلص اللعبه توصل اخر شيء اتذكر لون ابيض وبعدين تبدا ترجع الى اللون الاحمر اللي هو اللي في البدايه هذه اللعبه كانت زي ما شفتوا يا شباب وكنا لا نلعب يعني ومتحمسين ولا وناخذ دور يعني ان خلاص تموت اللي بعدك يلا فان شاء الله انه يكون الفيديو عجبكم يا شباب اذا عجبكم الفيديو اتسوا لايك سبسكرايب شير القناه وخليكم دائما معانا يا شباب تابعونا حق الفيديوهات الجايه اللي جاي دائما افضل من اللي راح ويعطيكم الف عافيه ومشكورين وافطار شهي للجميع سلام